أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خاصة خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، 8 درجات مئوية فقط متوقعة الملموسة 18، أما الرطوبة مرتفعة مع فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخر، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرعة. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا ليوم غد بإذن الله، حيث تستقر أو تميل الأجواء لاستقرار أكثر، تتراجع فرص الأمطار، تتفرق الغيوم في عموم المنطقة الشمالية، إربد 18 إلى 9 درجات، عجلون 16 إلى 10، جرش 17 إلى 10، والمفرق 16 إلى 8 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، العاصمة عمان تفرق لبعض الغيوم 14 إلى 9، الزرقاء 16 إلى 8، البلقاء 16 إلى 12، أما مادوى 17 إلى 9، أما البحر الميت 22 إلى 14. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية، حيث تتفرق أيضا بعض الغيوم، تكون ركامية في بعض الأحيان، حيث تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم الركامية الرعدية في مناطق عشوائية من المملكة، الكرك 14 إلى 8، الطفيلة 14 إلى 10، الشبك 14 إلى 8 أيضا، معان 15 إلى 7، والعقبة 25 إلى 13. ننتقل الآن إلى المنطقة الشرقية، أرويشت 17 إلى 10، الصفاوي 18 إلى 9، والأزرق 19 إلى 10 مع تفرق لبعض الغيوم. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.